بالنسبه للريليتيف عندنا لو في بروبلم في السنسيشن امبيرد سنسيشن او لوس اوف سنسيشن على البارت اللي انا هشتغل عليه طبعا البارت، لكن لو في بارت تاني السنسيشن بتاعه مظبوط ممكن استخدم مع الجهاز، انما البارت اللي فيه سنسيشن افكتد ساعتها ما ينفعش استخدم الجهاز. ليه بقى ما ينفعش استخدم الجهاز؟ لان احيانا الجهاز ده انا محتاج من البيشنت ده هو يديني فيدباك من عن او فيدباك عن الانرجي اللي داخله جسمه، سواء كانت الكتريكال انرجي او حتى لو انا عمل هيتنج. تخيل البيشنت مش بيحس بالمكان، فبالتالي ممكن يحصل بروبلم زي بيرن. طب في بعض الموداليتيز الثانيه زي مثلا الليزر او الالترا ساوند اساسا ما العيان او السبجكت ما بيحسش بيها، الانرجي بتاعتها اساسا لا تحس يعني، تمام. بس برضو حتى لو الجهاز ده العيان ما بيحسش بيه او ما فيش اصلا الانرجي مش بتتحس، برضو لازم يبقى البارت اللي انا شغال عليه برضو يبقى السنسيشن مظبوطه. ليه؟ لان ممكن الجهاز نفسه يطلع ابنورمال انرجي انا ما اكونش واخد بالي. يعني احيانا كتير واحنا بنشتغل بجهاز الالترا ساوند احيانا بيبقى في تسريب في الكهرباء على الهيد بتاعت الالترا ساوند، فممكن تعمل العين لو اتلسع او كده يقول لك لا ده في لسع كهرباء، ده في حراره، يعني مثلا ابنورمال سنسيشن. المفروض مثلا الليزر ما يطلعش حراره او الالترا ساوند ما يطلعش حراره، فالبيشنت المفروض يديك فيدباك عن الديفايس اللي انت بتستخدمها. فبالتالي السنسيشن مهم. لو في البارت انت شغال عليه ما فيهوش اي سنسيشن is contraindicated نستخدم الجهاز ده. وانا شفتها بعيني، يعني مثلا ايه العيانين اللي عندهم بارابليجيا او شلل نصفي من تحت ما بيكونش حاسس برجليه، او الاطفال اللي هو مثلا الطفل عنده 5 سنين او 6 سنين وعنده عنده حاجه اسمها سباينا بيفيدا شبه البارابليجيا كده، برضه ما بيحسش برجليه من تحت. ما استخدمش معايا ديفايس شفتها ممكن تسبب بيرن، ممكن تسبب دايركت بيرن على السكن، حرق يعني. ريلاتيف كونتر اندكيشن لو في مشكله في السيركيوليشن، سواء كان ما فيش سيركيوليشن او امبيرد سيركيوليشن، ما فيش سيركيوليشن زي الاسكيميا. السيركيوليشن في البارت اللي شغال عليه از فيري امبورتنت، خصوصا لو الديفايس اللي انا بستخدمها يعني مثلا كل الديفايس عموما اساسا بتطلع انرجي، يعني انا اساسا بستخدم الديفايس كلها بيبقى في انرجي طالعه من الديفايسز دي. الانرجي دي التيشوز بتستقبلها، تمام؟ ممكن تحولها تستخدمها في الميتابوليزم، او ممكن تستخدمها عن طريق تحولها، او ممكن يحصل لها انها تشينجز تو اذر تايب اوف انرجي اللي هي الهيت. خلاص لو التيشوز ما عندهاش القدره ان هي تعمل كوندكشن للحراره دي من مكان لمكان مثلا ديبر او لمكان تاني، الحراره او الانرجي دي بيحصل لها كونسنتريشن في البارت اللي انت بتعمل عليه ابلكيشن، تمام، وبالتالي ممكن تسبب بيرن. عشان يحصل كوندكشن للحراره دي من مكان لمكان تاني وما يحصلش فيها كونسنتريشن، لازم اساسا يبقى السيركيوليشن في المنطقه تبقى نورمال، تمام. عشان كده الامبيرد سيركيوليشن في العموم از كونترا انديكيتد في مع الكترو ثيرابي ديفايسز، بس احنا اعتبرناها ريلاتيفلي كونترا انديكيتد زي ما قلنا، عشان لو البارت اللي انت شغال عليه سليم وبارت تاني هو بس اللي فيه مشكله في السيركيوليشن ممكن اشتغل على البارت التاني، انما البيشنت عموما طبعا مش بيبقى كونترا انديكيتد، كونترا انديكيتد على البارت فقط اللي انا بشتغل عليه. من ريلاتيف كونترا انديكيشنز في عندنا كمان الميتال امبلانتس. ميتال امبلانتس يعني ايه؟ بيشنت مركب شريحه ومسامير، وفي العموم احنا طبعا بنسال البيشنت لو كان البارت اللي احنا بنشتغل عليه عامل فيه اي سيرجري، يعني لو لاحظت مثلا انه في عنده سكار موجوده في المكان اللي بشتغل عليه فاساله انت عامل عمليه في الحته دي، يقول لك اه طب انت مركب شريحه ومسامير، وتسال عن طبيعه السيرجري نفسها، تمام. طبعا الميتال انا اعتبرته ريلاتيف كونترا انديكيشن عشان ممكن يكون اشتغل على بارت تاني يبقاش فيه ميتال. كمان الميتال برضو باخد البريكوشنز، يعني في اجهزه بعض الاجهزه بتبقى الافكت بتاعها فيري سوبرفيشال، يعني مثلا لا يتعدى ملي متر، لا يتعدى مثلا 3 او 4 ملي زي الالترا فايل. لو البارت اللي انا بشتغل عليه الميتال امبلانت ده ديب ميتال امبلانت زي مثلا الانتراميدالري نيلز، إيه لو الموداليتي اللي انا بستخدمها الانرجي بتاعتها مش هتوصل ديب، ممكن عادي استخدمها على البارت اللي فيه ميتال امبلانت، يعني هو اساسا مش هيوصل للميتال امبلانت. لكن لو الميتال امبلانت سوبرفيشال طبعا بيبقى كونترا انديكيتد مع كل الاجهزه، انما لو ديب بيبقى كونترا انديكيتد مع الاجهزه اللي هي ليها ديب افكت زي مثلا الالترا ساوند او الشورت ويف. طب مشكله الميتال امبلانت ايه؟ الميتال امبلانت هو معدن، المعدن ده بيبقى عنده قدره عن
التيشوز بتاعتك او عن النسيج الحي عندك ان هي تمتص الانرجي بسرعه، بيحصل بتعمل ابزوربشن للطاقه بسرعه، فبتحولها لطاقه حراريه بسرعه، فبالتالي انت على ما تجيب الافكت بتاعك على التيشوز تكون الميتال دي حصل لها سخنت وممكن تسبب بيرن او ديب بيرن. بعد كده وانا بديسكرايب اي ديفايس، لو في تكنيكس اوف ابلكيشن للديفايس دي بعمل لها ديسكريبشن، واخر حاجه البريكوشنز. والبريكوشنز ده جزء مهم جدا في العملي، ولما بوصف احتياطاتي وانا بشتغل بالجهاز بوصف احتياطات المكان اللي انا شغال فيه والسبجكت اللي انا بشتغل عليه والديفايس اللي انا بستخدمها. دي كده البوينتس او الايتم الاساسيه اللي انا بتكلم عنها لما اجي اوصف اي موداليتي في الالكتروثيرابي. الديفينيشن، الكاركترستكس سواء كانت تايبس او بارامترز، ايه الفسيولوجيكال افكت، الانديكيشنز كونترا انديكيشنز، والتكنيكس اوف ابليكيشن، والبريكوشنز.